الله يسترك يا عم فيصل، بدأت لنا الحلقة والفقرة مولعين وهم أصلا ما يتوصوش. محمد فارس مساء الفل، ازاي حضرتك كابتن شوبير؟ سعداء بالتواجد معاك في حارس الأهلي، وإن شاء الله كلام كتير جدا مهم إن شاء الله بإذن الله. أحمد أسامة مساء الفل. مساء الفل يا كابتني، ودايما كده متألق دايما، وإن شاء الله نقدم فقرة يعني تليق بوجودنا على شاشة قناة الأهلي. يا رب يخليك يا رب. مادة المنطق، المنطق اتلغى في الثانوية ولا ده؟ ما هو لا، احنا نخليه مادة أساسية. لا احنا عايزين يبقى مادة أساسية للمرشحين، عشان ما يبقاش في إنسان بالغ راشد عاقل يطلع بعد كل ده يقارن لعبة فيها خطأ فني يعني بنشوفه. دلوقتي أنا أقول لي عايزني أوجه نداء لوزير التربية والتعليم، أقول له إيه؟ نحط مادة المنطق. هات يا ابني، هات يا عم أنت الكاميرا عشان يبقى هو إيه، هو المسؤول. كلم وزير التربية والتعليم، هات الكاميرا على فارس. نناشد نعم وزارة التربية والتعليم بأن تضع مادة علم المنطق كمادة أساسية من التعليم الابتدائي والفصول المتدرجة في التعليم على مدار مراحل التعليم كله، عشان ما يخرجش شخص بالغ راشد عاقل يجي يقارن لعبة كوكا اللي فيها اختلاف في آراء محللين التحكيم بخطوط فار ما بتتحطش على الشاشة، وبحكم بيروح يفسر القانون بشكل وياخد قرار عكسي. أعتقد كلنا متفقين على ده. بس انا كنتش احب المنطق ولا الفلسفه ولا علم النفس بالنسبه لا، وحتى لو ذاكروا منطق ولا الكيمياء ولا الفيزياء، لا وحتى لو ذاكروا منطق يا كابتن والله هيطلعوا يقولوا نفس الكلام. هي الفكره كلها ان احنا محتاجين بجد ننسف حمامك القديم. طيب اللي عمله ياسر عبد الرؤوف بالقرارات اللي اتقالت واللي عرضناها من شويه على الشاشه، الحقيقه والحقيقه اي حاجه كانت بتيجي على بالنا في التحكيم اتقالت في التعليمات دي بمنتهى الامانه. يعني هل شايف انه ده بدايه او نواة للإنقاذ أو يعني فرصة للعودة إلى الطريق الصحيح؟ أتمنى ذلك. نعم. ليه؟ لأن أنا كابتن سمعت تصريحين أو سمعت لقائين لكابتن عصام عبد الفتاح وكابتن محمد فاروق، وأنا فهمت يعني إيه التحكيم المصري بيعاني لما سمعت التصريحات دي وسمعت اللقاءات دي. ليه؟ أقول لك ليه. أولا كابتن عصام عبد الفتاح طلع بدون أي يقين يبرر لمخرج أو للكابتن أو أستاذ محمد إبراهيم وقال له ربما يكون الفار عطلان. طول ما انت بتخلق مبررات للحكام انت ما بتساعدش الحكام. طلعت اشاعه ساعتها، وبرضو الشخص اللي انا بثق فيه ده واللي قريب الصله ايوه من الحكم سالته الفار كان عطلان، قال لي لا ما كانش عطلان. انا 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 مع كامل احترامي لهذا الشخص اللي كلنا بنتكلم، قال لي ما كانش عطلان. انا ايوه ما كانش عطلان وتقدير ولا ولو عطلان في حاجه المفترض ما تطلعش من رئيس لجنه حكام سابق، الا وهي ايه؟ اتعودنا وعرفنا في القانون ان لما الفار بيعطل الحكم بيبلغ حكم الساحه، حكم الساحه مزبوط. بيجيب الاثنين الكباتن يقول لهم يا جماعه احنا شغالين بدون فار. ده ما حصلش. بيعطل بمزاجنا. ده بيعطل عشان نطلع مبرر للفاشل. نعم. للفاشل في اداء عمله. فطول ما انت شايف الشكل ده وتروح على الجانب الاخر كابتن محمد فاروق اللي قاعد بيجاوب على اسئله، حسينا ان احنا في حلقه مفرغه. يقول المشكله ان لجنه الحكام ما سربتش، والمسؤول عن اللي يكتشف مين سرب هو اتحاد الكوره. انا عايز افهم، هو التسريب تسريب حقيقي فانتوا بتدوروا على اللي سربه، ولا تسريب غير حقيقي فانتوا بتنفوا التهمه كلكم عن نفسكم؟ وكلام متعلق بفكره اصل انا كنت في حج، وكلام متعلق بفكره اصل انا استقلت قبلها بيومين والتسريب طلع يوم الاحد. فلو قل انا اسف والله يا كابتن، الناس اللي بتتحط في موضع المسؤوليه بالشكل ده لا يمكن لا يمكن يطلع من تحت ايديها انتاج حكم جيد. الحكم المصري للاسف تربى على فكره العبور بالمباراه لبر الامان مش لتطبيق القانون. طيب خليني اسالك، هو مش ممكن يكون خطا عابر؟ مش ممكن يكون شيء طبيعي بيحصل زي ما لعيب بيضيع جون، او حارس بيفشل انه بيصد كوره، او لعيب يخطئ بيسجل هدف في مرماه؟ مش ده وارد برضه؟ بعدين معرفش أسامة زعلني الكابتن فاروق كان بيحج، هتحرمه من موضوع الحج ده محتاجين نقف عنده برضه حتى الحج؟ طبعا موضوع الحج محتاجين نقف عنده، لأن احنا بنتكلم في مفاجأة بتدل ازاي إدارة التحكيم في مصر كانت بتحصل في واقعة. ما هو موضوع المشكلة ان عابر السبيل ده بيتكرر مع نادي واحد. انا كل ما اروح لعابر الاقيه في حتة معينة. نعم. يعني في ماتش الزمالك وسموحة، في ماتش الزمالك والبنك، للأسف برضو عابر ده كان في الزمالك والمصري برضو مع عابر بقى. بص يا كابتن شوبير، لما اجي انا يبقى عندي خطأ واضح، وانا رئيس لجنة التحكيم بشوف مدير فني، يا جماعه انا عايز الناس هنا تنحي الانتماءات خالص، ماشي، لان دي ارقام وتسلسل سياق زمني ما فيهوش بقى اهلي وزمالك. رئيس لجنه الحكام ده بيشوف مدير فني بيعتدي على حكم مساعد كان في الحج. ما هو انا جاي لحضرتك،
اولا بغض النظر عن ان انا مش فاهم ان هو راجل مش متطوع، ده راجل محترف بيتقاضى اجر. ماشي. فقال يا جماعه اصل انا لما سالوني قلت ايه بقى؟ قلت اصل مفيش تقرير، مفيش حاجه اتكتبت. ونركز بعد اذنكم في الكلام ده، الحج في شهر كام يا كابتن؟ كان يونيو باين، شهر 6. يونيو، تمام. نعم. الراجل في شهر 6 بيقول انا لما اتسالت، ده نصا كده امبارح، لما اتسالت عن الواقعه وليه ما حصلتش عقوبات، قال انا والله كنت في المناسك. ومش الراجل زاهد بقى، تمام، ومش مركز في التحكيم طبعا، بغض النظر عن انا مش فاهم احترافيه ده، بس تمام. نعم. وقلت ان مفيش تقرير اتكتب ومفيش تقرير جالي. لما رجعت رجع خلاص من الحج شهر 6 بدايه 7، عرفت ان كان في تقرير. طب حضرتك يا كابتن محمد فاروق بتراهن على ذاكره السمك لدى الناس، الناس بتنسى. انت طلعت في شهر 9 في الاسبوع الاول من شهر 9 مع الزميل المحترم محمد الليسي. نعم. قال نصا كده على الهوى لما اتسال ليه ما فيش عقوبات، قال اصلا ما فيش تقرير. ده شهر 9. شهر 9. نعم. الا بقى لو هو يعني الحج عنده توقيتاته مختلفه، ده بقى قصه ممكن تكون تتعلق بيه او هو كمل هناك. نعم. فالراجل قال في شهر 9 ان ما فيش تقرير. رجع امبارح قال، وبعدها طلع عاطف حسين الحكم المساعد قال لا بقى ما انا مش هقف اتفرج. راح جاي بعدها عمل مداخله بعدها باسبوع في 12/9، طلع على الهواء قال لا الكلام ده مش صحيح، وانا كاتب تقرير ومسلم التقرير واخد الاجراءات بتاعتي كلها صح. فبالتالي الحكم المساعد كذب. فجا امبارح بقى كابتن محمد فاروق بيقول ايه؟ قال ده انا ما قلتش كده، ده انا الكلام ده قلته لما كنت في الحج. طب الكلام ده مش صحيح، وانت في شهر 9 بعد ما رجعت بثلاث شهور او شهرين قلت ان مفيش تقرير. طب لمصلحه مين رئيس لجنة الحكام بيتستر على وقعة ويدي مبرر لعدم صدور عقوبة فيها؟ ما هو ده تستر. طب مش لما ابقى انا عارف ان في تقرير واطلع اقول في شهر 9 ان ما فيش تقرير، هو ده ايه ده غير تستر؟ بس اللي عايز اساله في الاخر، هي لجنة الحكام هي اللي بتدي العقوبة؟ لا ما بتديش العقوبة. طيب. بس لو انا كحكم ما كتبتش تقرير، انا هنا بعاقب على ايه في الواقع؟ ما انا بدي مبرر لان جوميز ما يتعاقبش، ان انا بقول ان الراجل الحكم المساعد اللي تم الاعتداء عليه وقالها كده لفظا لفظا، قال هو كتب، هو الراجل يعني بما معناه يعني ان هو شاف ان الواقع تعدي وفي حكام بتبقى عايزه تعدي المباراه، الراجل طلع قال لا انا بعدي ولا انا كنت عايز اعدي المباراه. اه طبعا. طيب هقف معاك بس هنا شويه واروح لاسامه. الراجل كتب وفاروق قال لك احنا قرينا ورفعنا لاتحاد الكوره، هنا لجنه الحكام ايه دورها؟ ما خلصت اللي عليها ورفعت لاتحاد الكوره، وبالتالي العقوبه تاتي من اتحاد كره القدم المصري. كابتن محمد فاروق عارف كويس قوي ان الكلام اللي بيقوله ده مش هيدخل حتى على الحكام اللي هو كان رئيس عليهم. ليه؟ لان كابتن محمد فاروق عارف كويس قوي ان المنوط بيه كتابه التقرير ورفعها على الايميل هو حكم الساحه وليس الحكم الرابع. الحكم الرابع لما بيحصل معاه موقف بيخطر حكم الساحة يدون في التقرير اللي عبارة عن 4 ورقات في خانة للملاحظات، يكتب الخانة دي ويرفع حكم الساحة التقرير. نعم. لكن اللي حصل بيكشفه النهاردة ياسر عبد الرؤوف ان التقرير من عاطف حسين لما احمد الغندور هو اللي رفع التقرير بتاعه، عاطف حسين بعت على جروب الواتساب بتاع لجنة الحكام. نعم. عشان كده النهاردة كابتن ياسر عبد الرؤوف قال ايه؟ قال اي حاجة هتجيني من خلال تقرير حكم مباراة تجيني على الايميل، مفيش اي وسيلة تانية نتعامل بيها غير الايميل. نعم. فكابتن محمد فاروق عارف ان الواقعة من البداية كلها مغلوطة. بس انا هنا هقف عند كابتن محمد فاروق في نقطة واحدة، لما يكون حكم عندك سواء حكم رابع حكم ساحة حامل راية ويتعرض للاعتداء من قبل مدير فني، مين المنوط به الدفاع عن سمعة الحكم المصري لو رئيس لجنة الحكام استمر في الحج 3 شهور؟ مين اللي يدافع عن سمعة الحكم المصري ده؟ لا ده انت يا كابتن محمد انت ما كنتش تنتظر تقرير وما كنتش تطلع تقول القصة ملهاش علاقة لا بتقرير او عدم كتابة تقرير. حلو قوي. القصة عندي المشهد واضح على الشاشة. طيب حلو قوي. المشهد واضح على الشاشة. افتكر اللي لم تخوني الذاكرة يعني انه كهربا عندما أدينا كان بناء على فيديو موجود عقب المباراة. أيوة. وأدين انه راجل قال كلمتين مش لطاف يعني وتم ايقافه 12 مباراة. أيوة. اذا حتى ما كانش في تقرير اتكتب ساعتها واصلا ما كانش في البث المباشر، ده كان عبر وسائل التواصل الاجتماعي. انا قلت لك انه يعني ده بعد المباراه، فخلاص ده كلها فيديوهات جايه من الموبايلات. هل هنا الموضوع هنا اسامه كان يحتاج تقرير ولا ما كانش؟ خلاص زي ما انت بتقول انه ما انا شايف على الشاشه ما كانش محتاج تقرير خالص. لان لجنه انضباط
لازم كانت تتدخل. ده انا عايز اقول لك ان كمان لجنه المسابقات كان لازم تتدخل، لان ده في البث المباشر للفيديو. نعم. وكان لازم تطبق العقوبه بثمان مباريات وغرامه حوالي 100,000 جنيه على جوزيه جوميز. ولكن لو تتذكر يا كابتن في الوقت ده طلع نادي الزمالك ببيان شهير جدا، احنا هننسحب ومش هنكمل في الدوري، والضغط على اللجنه والضغط على الاتحاد اللي انا اسف جدا كان بيخضع للضغوط. الاتحاد الحالي بيخضع للضغوط وبيخاف وما بياخدش قرارات بناء على ان ايده مرتعشه في تنفيذ اللائحه بتاعته. وبالتالي ايه اللي حصل؟ لجنه المسابقات قال طب خلاص انا هغسل ايدي، نرفعها لجنه الانضباط. وطبعا اللي بيروح عند لجنه الانضباط طالما ما فيش فيه اسم النادي الاهلي، ما فيش فيه بالراحه برضه بالراحه هروح لفارس. روح. طلع الراجل المحترم القاضي الجليل رئيس لجنه الانضباط وقال لك انا مسلم العقوبات منذ زمن بعيد للاتحاد وانا ماليش علاقه، انا خدت قراراتي وانا سلمتها. ده حقيقي. وبالتالي ما تجوش تلوموني. ده حقيقي. وده قلناه المره اللي فاتت. ان ايا كان بقى ما سبق في النهايه اتقال جمله كده عجبتني جدا. هي بليغه بتلخص، لم يعد هنالك قصاصه ورق واحده داخل لجنه الانضباط لم ينظر فيها. مظبوط. انا هنا دور اوجه بقى السؤال للاتحاد. ودور اوجه سؤال للرابطه. على راي حضرتك دايما بتقول لنا كده اذا كان في رابطه. انا مش عارف في رابطه ولا لا بصراحه. انت حضرتك اللي انا عارفه دلوقتي انا مش عارف في رابطه ولا مش رابطه. انا دايما باخد الكلمه دي. ثلاث فرق هبطت. مظبوط ولا مش مظبوط؟ ده حقيقي. من ضمن الثلاث فرق دي في عضو في الرابطه. صحيح. ثلاث فرق صعدت، بتروجيت والمحله وحرس الحدود. دول صعدوا، دول ما فيش ممثلين ليهم. والثلاث فرق اللي نزلوا في واحد منهم ليه ممثل. هل ده شرعي؟ لا طبعا. بس كمل بقى. لا وانا بقى باخد من ده. ما هو انا مفترض. انا ممكن اسالك سؤال؟ طبعا. عمرك شفت اجتماع للرابطه؟ اول يومين بس او اول اسبوعين. عمرك شفت اجتماع وقرارات وصوره اول اسبوعين كان تحفه؟ لا ده انا عايز اقول لحضرتك ان كتير جدا من المسؤولين كل ما تحصل ازمه يتكلموا، بس المشكله ان احنا ما بنجتمعش. وده برضو بالنسبه لي مش من مسؤولين الرابطه. طبعا. نعم. لا والاتحاد برضو. لا هو اللي في ناس ما بتروحش اصلا يعني، بس في مسؤولين ما بيروحوش. لا الكابتن حازم امام كان واضح، وحازم راجل معتكف، وبالعكس حازم عايز يمشي. عشان بس اكون امين يعني. بس خلاص المده انتهت يعني. فبالنسبه لي قصه الانديه، حضرتك في رابطه الانديه الانجليزيه في البريمير ليج. هل الموضوع قابل للاحتمال ان هم يحضروا وما يحضروش؟ وانا عشان كده كابتن شوبير انا بصراحه لا احب العمل التطوعي وغير مؤمن بيه اطلاقا. كل فكره قائمه على العمل التطوعي انا ببقى عندي مشكله. عندي مشكله ان عضو اتحاد ما الحكام مش متطوعين يا عم فارس. لا ما ولا لجنه الحكام مش متطوعين. متطوعين هم بفلوس. انت قادر تحاسبهم وقادر تحاسبهم بحق اصيل ليك ان انت بتحاسبهم. اللي حصل الثلاث شهور اللي فاتوا دول لا يمكن السكوت عليه. ما هو طبعا لا يمكن السكوت. ما هو ليه حضرتك بتطالب بتغيير؟ ابراهيم نور الدين بيروح بقائمه دوليه الصبح تمام، محمد فاروق راح بقائمه دوليه بالليل تمام، الحمد لله مفيش حد ثالث كان اتقال تمام. استاذ جمال علام جابهم يعني وقال لهم حبوا بعض بس ما لحقوش يعني. حب يحب نادي يحب سوسو كمان. ماشي. فبالنسبه للرابطه انا اتمنى زي ما الرابط المحترفه في العالم كله رابطه من ناس هي عندها النو هاو بتاع اداره الرابطه وتقدر تحاسبها، تقدر تطور، تقدر تحط. وان كنت سمعت حضرتك بتقول في الانترو ان كتير جدا من اختصاصات اداره المسابقه وتنظيم المسابقه هيبقى مع الاتحاد الجديد، وده مختلف. لا 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 انا قلت شكل الدوري الاتحاد، انت كرابطه تدير المسابقه. شكل الدوري بمعنى ايه يا كابتن؟ 10 انديه، 700 نادي، 530 نادي، الحاجات دي كلها ده لوجيستيك لاتحاد الكوره. انت بقى العقوبات والحاجات والتحديد المواعيد وبتاع ده هو ده منطقي السبب برضو. نعم. عشان الناس برضو تبقى معانا. هو ليه جزء منطقي جدا ان عدد الفرق والمده الزمنيه للمسابقات بتاعتك مرتبطه بالمنتخب، مرتبطه بمسابقات الاتحاد، مرتبطه باجندتك الدوليه. نعم. فبالتالي طبعا تخضع تحت الاتحاد. ولكن انا في رايي مطلوب الرابطه تدير بقوه وتبقى واضحه، اجتماعاتها منتظمه. انت هتزعلني منك ليه؟ اديني مره واحده قريت محضر اجتماع للرابطه سامي غير اول اسبوعين او ثلاث اسابيع بس. ما دون ذلك مفيش رابطه ومش موجوده. طب احنا بنقول في اللي جاي. انت بتتكلم على اللي جاي. ما احنا كده بقى خلاص يعني نستسلم. مفيش رابطه. وعايز اقول لحضرتك ما كانش كمان في اتحاد كوره
الوضع كان مأساوي جدا، وده اللي بنشوف نتائجه دلوقتي. ده لسه هنتكلم. لكن انا عايز اتكلم في نقطه عشان حضرتك كلمتني في ياسر الكابتن ياسر عبد الرؤوف. كابتن ياسر عبد الرؤوف الكلام اللي عمله النهارده يدينا بارقه امل، ولكن قناعاتي الشخصيه ان لابد من وجود خبير تحكيم اجنبي مع بدايه يا عم يشتغل الشهر بتاعه بالظبط. ده راجل يستحق كل الاحترام، انه عارف انه جاي فتره مؤقته لمده شهر وبيعمل كده، والناشد بحكم انا كابتن شهير يبدا يطلع تسجيلات الفيديو على كل الحالات الجدليه اللي بتحصل بين حكم الساحه وحكم تقنيه الفيديو على صفحه الاتحاد. ده في القادم. في القادم. انت موافق على ده جدا؟ انا قلت لحضرتك كلاتنبرج اطيح بيه نتيجه ده، بل بالعكس كابتن ياسر على فكره احنا زكيناه، انا شخصيا زكيته في امور اختلفت معاه في بعض الحالات، ولكن قلت الراجل ده في لعبه بن شرقي اللي في نهائي القرن قال ان هي فاول على بن شرقي، قلت الراجل ده لما تم منع عرض حالات في احد القنوات اللي بيحلل فيها وهي قناه فئويه قال الحالات دي اودت بخروج فريق من الكاس لصالح الفريق اللي بيحلل في قناته، فهو عنده شيء يحافظ عليه. فانا بنجدك يا كابتن ياسر، وانا هو بقول لك انت لديك من الامور اللي انت عملتها ان تقول ان الشخص ده اقدر اوجه له الرساله دي، ان حضرتك حافظ على الامور اللي انت عملتها تخلي الناس تثق ان انت ان شاء الله تقدر تقدم شيء جاي. لو نجح ياسر عبد الرؤوف، انا عارف رايك مسبقا وانت لسه قايله، لو نجح واعاد الانضباط والاحترام لمنظومه التحكيم في الوقت القليل ده، من حقه ياخد فرصه؟ من حقه ياخد فرصة مساعد للخبير التحكيم الأجنبي. نعم. أنا ما زلت عند قناعة حتى لو يجي الخبير التحكيم الأجنبي كمدير فني يطور من أداء الحكام، وهو يقوم بالعمل الإشراف ويقوم بعمل التعيينات ويقوم بعمل الجزاءات. عارف مين اللي هيختار الخبير الأجنبي ولا ما تعرفش؟ لا مين؟ كلينا. كلينا. هو اللي هيختار الحكام في الاتحاد الدولي. هو اللي هيختار وهو غالبا هيجي، او التاني اسمه ايه، بوكاسا ولا اسمه ايه التاني؟ ماسيمو بوساكا. ماسيمو بوساكا. بوكاسا ده كان بياكل البشر. بوساكا. الاثنين طبعا مشهود لهم بالكفاءة. يا اما هيجوا يا اما حد منهم هيجي حسب ما علمت يعني. هيشتغل شويه. ده مباشر. يعلم الناس، يدرب الناس. ده مباشر. يا اما هيمشوا على النهج بقى اللي موجودين هنا والدنيا تتظبط، يا اما هم اللي هيرشحوا رئيسا او خبيرا اجنبيا لتطوير التحكيم في مصر. ده كلام بالنسبه لنا وبالنسبه للنادي الاهلي تحديدا بيسهل عليه حاجات كتيره جدا في المنافسه في البطولات المحليه. ماشي. لان انا بشوف ان حتى الان مع المستويات الفنيه اللي شفتها الجوله الاولى والجوله الثانيه، منافس النادي الاهلي للاسف كان التحكيم المصري. خلينا نروح لفاصل، وعندنا ملفات كتيره جدا في المباراه النهارده مع اسامه وفارس. انا لازم انا وانتو نشكر الاعلام الكبير استاذ محمد صلاح. طبعا طبعا يعني طبعا. إيه؟ اولا اطلق على رقب ديناصور الاعلام. ربنا يبارك لك يا رب. لا والله انا ماليش في الحاجات دي، بس بصراحه انا سعيد جدا بيه. بس هو فسرها امبارح يعني فسر ليه لقب ديناصور من الحوار اللي انت عملته مع رامي ربيعه والالمام بكل التفاصيل الحلقه. هو فصل هو لا يجامل ابدا طبعا. لا 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 جامد، ده كان بيهاجمني انا وانا انا بقول لحضرتك هي دي طبيعته. هو بيقول ان بيراه دايما. لا فنمره اتنين الحقيقه انه هو مع فارس واسامه ودي سياستي انا، كل الاجيال هم ما شاء الله ده طلعوا متجوزين ومخلفين وكل حاجه، بس برضه بالنسبه لنا شباب كل الاجيال دي لازم تجري بقى وتاخد حقها وتاخد مكانها ومكانتها، ده مهم جدا. لكنه الرسائل الدعم الدائمه يعني يعني لا مش احمد صلاح، محمد صلاح دي الاسئله، خليكم استنوا شويه. فده مهم استاذ محمد صلاح، ده اعلامي كبير يعني وصديق. فبنشكره، نشكر ناس كتير كتير طبعًا كتير طبعًا كتير طبعًا كتير اكيد يعني ردود الافعال. بس انا الحقيقه ايه على تويتر شويه نشيط يعني. طيب تيجوا نغير شويه بس نبدا ناخد اسئله. يلا بينا. يلا بينا نبدا بالاسئله. يلا استاذ احمد صلاح، تحياتي لسبب وجود اعلام رياضه ورائده في مصر كابتن شوبير ودرع الاهلي فارس واسامه، هل هنشوفكم في الدوحه ان شاء الله؟ وتوقعاتكم في ماتش التحدي لو كسبنا ان شاء الله نعمل ايه مع الريال؟ اسامه. يعني انا طبعا بشكره طبعا نعم. ومباراه صعبه جدا مباراه التحدي، لكن عندنا ثقه كبيره جدا واللعيبه مصدقه والجهاز الفني مصدق واحنا مصدقين. اللعيبه مصدقين حلوه دي قوي. وباذن الله ان شاء الله نصل الى المباراه النهائيه ونواجه ريال مدريد. يعني ايه اللعيبه مصدقه؟ اللعيبه مصدقه يعني بتجارب كتير جدا قدام بالميراس ومونتيري وفرق كتير جدا، شافوا ان عندهم القدره وان النادي الاهلي في هذه الرهانات لا تقدر تراهن عليه وانت مطمن ان شاء الله يكون قدها. وبرده بناكد عشان الناس اللي بتتعب نفسيا، البطوله دي المباراه دي ببطوله يعني ده المباراه دي ايوه يا كابتن انا عايز حضرتك ماسك قلبك، امال هم عملوا ايه؟
هم هيعملوا ايه برضو ببطولة. ده المفاجأة ان الامريكتين بطل امريكا وامريكا الاتنين برضو بيلعبوا يوم 11 على بطولة، بس هم مش واخدين بال. اه والله ده احنا هنبقى بطل الخمس قارات ان شاء الله. ربنا يكرمهم ان احنا نكسب ان شاء الله عز وجل. وانا قلت ان في ناس يعني لها طريقتها ولها اسلوبها. احنا في طريقنا واحنا في طريقنا، احنا في سكتنا اللي بعده. يلا، هل هنا بريده هيعدل الميله؟ ده احمد السعداني. السعداني فارس واسامه كبشبير، اتمنى الاجابه من حضراتكم. انا هنا ما بجاوبش. مين اللي جاوب السؤال الاولاني؟ اتفضل. طيب، هو احنا نامل ان الكابتن هنا بريده، لان كابتن هنا بريده مش انا اللي هتكلم عن خبراته الاداريه تحديدا في الفيفا، ولكن نامل ان تجربته في الاتحاد المصري لكره القدم تكون مختلفه عن تجربته في 2019. طيب، احنا هنروح للانتخابات ولا حضرتك نكتفي بالاجابه في السؤال ده؟ لا لا لا، لأن بس جاوب. في كلام. طبعا عنده القدره. يقدر طبعا، يقدر لو اراد، وهنشرح بعد كده ازاي لو اراد. انا هكتب اهو، يقدر لو اراد. لو اراد طبعا، ماشي، وده طبعا هنجيله في وقته، ولكن طبعا أبريد. يقدر الاتحاد الجديد يقدر يعدل الميله. طبعا يقدر يعدل الميله. اللي بعده، تحياتي الكابشوبير وفارس واسامه. سؤالي، لحد امتى هنفضل كاعلام وسوشيال ميديا الاهلي في خندق الدفاع ضد هجمات غير منطقيه من مشجعي ومسؤولي بعض الفرق الاخرى رغم ما فيهم من مساوئ وخطايا تفوق الحد؟ اخيرا، في رايي لا يوجد من هو احق من مصطفى شوبير بجائزه افضل لاعب داخل القاره. كابتن مصطفى شوبير، صندوقين حاجه ساقعه يا ابني، على طول ما تضيعش وقت. خلي السؤال بس عشان نعرف نجاوب عليه. واحده واحده وحته حته. طيب، هل فعلا اعلام النادي الاهلي وسوشيال ميديا النادي الاهلي في خندق الدفاع دائما؟ كان طبعا، كان حقيقي. نعم. في وقت كتير جدا. كنا بنتبنى يعني ميكانيزم كده دفاعي، وكنا اكتر بنميل لفكره الردود على المغالطات. نعم. ولكن اعتقد اختلف المنهج ده مؤخرا، ويمكن ده مضايق البعض وعامل ازمه للبعض ومسبب الام للبعض. ان اعلام النادي الاهلي بيواجه وبيتكلم دايما في اخطاء المنافسين، وده لا يعيبه ابدا، لان اي منافسه اسمها منافس. انت استفادتك هو شكل عكسي، انا بتضرر لو انت خدت حاجه مش من صالحك، فطبيعي اكشف ده وواجه ده. الفكره تتعلق بالاسلوب والضوابط اللي دايما بنراعيها، ولكن اعلام النادي الاهلي صار اكثر شراسه واكثر جراوه. هل اعلام النادي الاهلي بيعتمد على اللجان زي ما البعض بيقول؟ لا لا خالص. هو انتوا لجان؟ سألتكوا السؤال ده أول حلقة، برجع أسأله تاني. أصل ما ينفعش، أنت راجل إعلامي موجود على شاشة لمدة 5 سنين بتقدم برنامج من أنجح البرامج الرياضية، فأي حد عنده مشكلة إن هو مش قادر يجاريك أو يرد عليك الحجة بالحجة والمنطق بالمنطق، فيستسهل ويتهمك فقط لا غير. لكن في النهاية أنت في قناة تمثل سياسة هذه القناة، تتبع نادي تمثل سياسة النادي. طيب، هل أنا في آرائي اللي أنا بقولها بكون غير موضوعي أو غير منطقي؟ على الإطلاق. من وجهة نظر، طب لو انت عندك منطق او موضوع تقدر تجاريني بيه تعالى. لكن الفكرة هنا، وارجع لسؤال محمود، لان سؤال مهم جدا. افضل محمود جمال، افضل شيء وانت بتتكلم ان انت يكون عندك قوة بالفعل. قوة وتناول بلا تطاول بلا تجاوز. عشان كده انت تلعب في منتصف الملعب الهجومي افضل بكتير من انت طول الوقت تفضل في ملعبك وتلعب في نصف ملعبك. ربنا يكرمك يا مصطفى، تاخد احسن لعيب في افريقيا ان شاء الله، يستحقها الحقيقه ان شاء الله. الاحسن ايه بقى، الوالد عنده عاملاها ايه دلوقتي؟ انا كل ما مصطفى ياخد جايزه انا بحس انها كانت هي اللي واقفه، هي اللي كانت بتصد، هي اللي خلاص بقول لها انت متالقه دلوقتي. ربنا يكرم اولادنا جميعا يا رب. انا عرفت كده، اجابت السؤال اللي انا كنت سالته لها وقالت شوبير. لما قلت لها مين افضل حارس في النادي الاهلي بالنسبه لك، قالت لي شوبير. فقلت لها مصطفى ولا كابتن احمد؟ تعالى يا عم عليا، اقسم بالله لما تيجي مثلا بنبقى قاعدين بقى جلسه اسريه بتاع الناس، فيقولوا لها طب بصي بقى مصطفى ولا شوبير، تقول لهم ايش جاب لي جاد. خلاص انا فكرتها بتتكلم عليا. لا انت فاهم غلط. فبقول لها متشكرين، قالت لي لا ايش جاب لي جاب، ايه اللي جابك لمستوى؟ هو تقريبا الكل فاهم الرساله اللي حضرتك من العشم. انا ايه قلت يا رب نفسك تاخد مساحه كده يا كابتن شوبير. يعني والله انا منعا يعني الحرج، اكيد مش عايز اطول في الحته دي، بس عايز اقول حاجه بصراحه. يعني كان لها مشهد وهي بتصور الفيديو كده في الحفله، وهي بقى مش مهتمه بمين حواليها، هي فين، هي فرحانه بابنها. مصطفى قال جمله مهمه جدا ان هو مشروعكم. طبعا فانا مشروعها الاساسي. وقال ده. قال ده. فاعتقد ان هو، انا بس اتمنى ان هو يحافظ على ثبات الشخصيه ده، لان انا في رايي ان مكونات تالق مصطفى شوبير الاساسيه الشخصيه قبل اي حاجه. يا رب ان شاء الله ناخد اللي بعده. يا كابتن ان شاء الله يا رب. لا اتخطى، لان هو واخد بالاسباب التكنولوجي والعلم الحديث كل حاجه.
دي زينب الاستاذه زينب السيد زينب السيد يا استاذه زينب. مساء الفل كابتن شوبير وفارس الكلمه واسامه السهم الحارق. ايه رايك في عوده الحرس القديم للجبلايه اسامه؟ انا بتحفظ على الحرق دي بس بشكرها يعني، لكن انا قلت اتمنى من الاستاذ هاني بريده ان هو يرجع بسياسه مختلفه تماما، يرجع بخبرات الاداري اللي احنا بنفخر بيه وجوده في الفيفا ودوره مع في الكاف، نتمنى ذلك وان شاء الله هو قادر زي ما قال فارس كده بس يكون عنده الرغبه لده. طيب ناخد كمان رساله ونرجع بقى لانه كلمه فارس لو اراد دي لازم اقف قدامها شويه. كابتن شوبير، السلام عليكم كابتن شوبير، ده الحاج ابراهيم. وخط الهجوم الاهلاوي فارس واسامه. ايوه كده خط الهجوم حلو. سؤالي ايه سبب كسرت كابتن حضرتك في حراسه المرمى فدايما احنا ماشي. ايه سبب كسرت اصابه لاعبي الشباب اصابه الرباط الصليبي؟ اخيرا مبروك لحارس مصر في المستقبل اوفا حصوله على احسن حارس في مصر وقبال حصوله على احسن حارس في افريقيا. بشكرك شكرا جزيلا. فارس مش هتنزل حاجه صح يعني؟ انت نزلت المحمود ومش هتنزل الحاج ابراهيم؟ لا طيب خلاص. لا محمود كان يعني متوصي شويه، كان عايزه في افريقيا الكشك قافل. حاجه انا كده هصرف على مصطفى كتير. احنا مصطفى كلهم على دماغنا طيب الاصابات لما تتقوا يعني لسه راجع واحد عمل فيه كده جاله رباط صليبي. لا هو في جزء برضه انا متفق فيه، جوده الملاعب هي عامل في كل الدراسات. صحيح. لعوامل الاصابه جوده الملاعب المصريه محتاجه تحسن. انا كابتن كنت زعلان جدا وانا بشوف استاد المقاولين العرب. نعم. حالته مش ده استاد المقاولين العرب؟ الملاعب اللي لسه او المدرجات اللي لسه ما دخلتش اختلفت خالص، نوعيه المدرجات دي اختلفت خالص دلوقتي. استاد القاهره طبعا هو تحفه وانا بكون سعيد بيه لان فعلا استاد القاهره رائع، ولكن فكره الصيانات طبعا اكيد هم بيحاولوا يحافظوا عليه، ولكن في رايي الملاعب المصريه خمس فرق بتلعب على استاد القاهره تقوم بجوده معينه تحافظ على اللعيبه من معدلات الاصابات. طيب انا الحقيقه قلت قبل كده وهقول تاني، استاد القاهره خمس انديه بتلعب عليه ليه؟ حمل ما يتحملوش اي ملعب في العالم غير المنتخب. نمره واحد. نمره اتنين، عندي استاد يا جماعه اعرضوا لي لقطات منه، استاد مصر المدينه الاولمبيه في العاصمه الاداريه. طبعا انا عارف انت عايز تعمله مشروع استثماري بس انت قافله، احنا لعبنا قولوا لي ماتش كرواتيا ومصر كان امتى ونيوزيلندا ومصر كان امتى والمنظر البديع اللي كان موجود. انا رحت الماتشات دي. انا كنت بقى انا كنت عامل استوديو تحليل مصر وكرواتيا، ده اخر استوديو تحليلي عملته. سجاده مش ملعب. مش ممكن، والجمهور والمدرجات والنظام والدخول والباركينج والجراشات ما في حاجه، وبعدين دي مدينه رياضيه متكامله. تخطيط صح. امتى يعني انا هجيب شركه استثماريه شركه اجنبيه افضل قافله؟ ما ينفعش. حاجه اخيره، استاد هيئه قناه السويس، اصل انا الاستاد ده كلهم اصحابي هناك فدعوني انا اول واحد عملت حلقه من استاد مصر العاصمه الاداريه ومن استاد هيئه قناه السويس. حاجه فل. تصدق انه لحد دلوقتي اتلعب عليه 3 4 ماتشات منتخبات ناشئين، واحنا للاسف ما استغلناش فكره 2010 تنظيم لكاس العالم وفشلنا فيها. ما عرفناش نبني على ده، مع ان كان لازم نبني على الملاعب ونبدا نروح لحته مختلفه. الراجل ده كانوا عاملين في 2010 استاد دمنهور على الطريق السريع. طيب بس عايزين يا كابتن بما اننا بنتكلم على الاستادات، اكيد حضرتك شفت استاد غزل المحله. تحفة. عايزين نشكر بقى الناس تحفة. اللي هو ده بقى اللي احنا عاوزينه. برافو عليك. الناس قادره. لان كانت ارض استاد ارضيه استاد غزل المحله كانت سيئه جدا للغايه. صحيح. والاستاد كان لا يليق بتاريخ غزل لا المحله. لا خالص. وكانت سبب في الاصابات. بالظبط. بس عارف ليه يا سما؟ ولا مش عارف؟ شركه الكره اللي ايوه وليد خليل. بالظبط. وليد خليل لان هو فاهم وعارف، انا ما اعرفوش بس اعتقد ابن الكابتن ابراهيم خليل مش كده ولا مش ابنه؟ مش عارف. المهم فعلا حاجه جميله يا جماعه، خليكم معانا الله يكرمكم يعني، هاتوا لنا لقطات من العاصمه الاداريه، هاتوا لنا لقطات استاد غزل المحله، استاد قناه السويس، هاتوا لنا لقطات استاد غزل المحله عشان حضرتك متبني الملف ده وطول الوقت بتعرض الاستادات وارضيه الملاعب. ويا كابتن اي حد عايز رياضه مصريه تليق بسمعه الكره المصريه والرياضه المصريه دي يا جماعه رائده، فطبيعي هيحب ملاعب تليق باسم مصر. ده مش عايزه كلام للاسف الشديد، لكن انا اتبسطت كمان من ملعب الدفاع الجوي بشكل جاي. إذا أراد هنا بريدة، يعني إذا أراد؟ أنا جاي رئيس اتحاد وجايب مجموعتي وقائمة وأنا بقول لك أهو دلوقتي بالتزكية. من دلوقتي أهو بالتزكية. يا رب تبقى في قائمة تانية ويا رب أطلع غلطان، هطلع أقول أنا آسف يا جماعة أنا قلت بالتزكية. إذا أراد، يعني إيه إذا أراد؟ إذا أراد. أولاً حتة بقى بالتزكية دي من ضمن إذا أراد، يعني هي بتريحك. نعم. أنا مش معني إطلاقاً بإن مين ينزل قصاد هاني ابو ريده ويكون التنافس ايه. في النهايه لو هو هيجي
بمجموعة متناغمة، وأنا ده اتعلمته من النادي الأهلي ومن تاريخ إدارات النادي الأهلي المتعاقبة. التناغم الإداري بيؤدي إلى مزيد من فرص النجاح. تمام. أنا عايزك تيجي بمجموعتك كلها بالناس اللي أنت كلهم شايفهم إن دول هيساعدوك في النجاح عشان أعرف أحاسبك. ماشي. ده رقم واحد. طب يعني إيه إذا أراد؟ ما هو انت كنت موجود في 2019 ومش هروح لاي ملابسات ولا هقول ان مش هدخل في تفاصيل اتنين اعضاء مجلس الاداره يقول لك انا كنت بمسك شؤون اللاعبين يومين وده يومين ويوم راحه، لا ننسى ده. ماشي. يبقى اذا اراد ان انا التجربه دي عايز اخرج بيها بشكل مختلف، هنسال سؤال واضح وصريح. يلا. هل هاني ابو ريده العضو التنفيذي بالفيفا الاقدم؟ طبعا. ولما حصلت مشكله الفساد بتاعه بلاتر هو الوحيد اللي نجا. ده واقع. مظبوط. بتحبه ما بتحبوش ده واقع. تمام. ده اللي حصل. الراجل اللي الخبرات دي والباعي الاداري ده في افريقيا واتغيرت عليه ناس متعاقبه ودخل معارك طاحنه داخل الاتحاد الافريقي وكمل فيها كلها، هل انا اقدر اقول انه ما يقدرش يدير؟ لا يقدر يدير. كويس. بس المهم ندير ازاي؟ محتاجين نبص جنبنا شويه. نعم. جنبنا شويه في نموذج قريب، الجامعه الملكيه المغربيه. حلو. فوزي لقجع. نعم. هذا الرجل وصل ان السنه اللي فاتت قال انا عندي اربع منتخبات في كاس العالم. حصل. منتخب كره القدم. نعم. الكبار، منتخب الناشئين، منتخب السيدات، منتخب الصالات، ثم بعد كده المنتخب الاولمبي شارك وخد برونزيه. اذا احنا بنتكلم عن الراجل لما تقرا هتشوف ازاي بدا بالقطاعات، المدربين، تعيينات المدربين. نبعد بقى عن المجامله. نروح لحته عامل الكفاءه ونروح في مجامله في تعيينات المدربين. احنا ده الناس كانت بتقول كل واحد كوتا. كوتا انت هتجيب مين وانا هجيب خمسه وانا هجيب اربعه وانا عين. اتمنى البدايه الاراده ان ده ما يتكررش تاني. واراده في حاجه، حضرتك قلت حاجه انا كنت هطرحها بدون ما اعلمها والله. انا اروح للناس بتاعه تسالوا اهل الذكر. اهل الذكر دي مش قصه لها علاقه بالدين بس، اسالوا اهل الذكر بكل حاجه، كل شيء، في كل مجال في اهل ذكر ليه. انا اروح للناس بتاعه الفيفا. تعالى يا عم انا عندي ازمه في التحكيم المصري بقى لها 3 4 سنين. نعم. في رئيس لجنه الحكام، في كلينا زي ما حضرتك قلت. نعم. حط لي خارطه الطريق مجدوله ومحدده بمدد زمنيه. ابعت لي محاضرين ودورات تدريبيه للحكام عملي ونظري. اشرف على الاختبارات البدنيه مجال التحكيم. حلو. تاني حاجه الناس بتاعه الكاف، حضرتكم انا بقالي 3 4 سنين مش عارف اطبق لوائح. مش عارف اطبق لوائح. اولا نراجع اللوائح الموجودة هل هي متطابقة مع ما تم من تحديثات وما أدخل على تعديلات في الاتحاد الدولي ولائحة الانضباط ولائحة المسابقات؟ لا نعدل دي أصبحت لا تتماشى. إيه العقوبة اللي أنت مخرجها ب20,000 جنيه وإحنا بنخرج 300,000 دولار على نادي؟ نعم. 20,000 جنيه في لاعب الكرة في العود اللي بتدفع ده كام ويمثل كام من راتبه؟ وأبدأ أحط ده عيد هيكلة اتحادك. ابعد عن المجاملات، ابعد عن المحسوبية، ابعد عن ان انا عايز اراضي المنطقة دي واراضي ده واراضي ده، ثم روح لاهل الذكر. جميل. وخد منهم اجندة مرتبطة بجدول زمني والله العظيم هننجح. والله العظيم الراجل ده بيتكلم كلام زي الفل. بس طب خلاص بقى احنا مع اول خطأ تحكيمي او اول سقوط لمنتخب او اول خسارة وهتحصل بالتأكيد او اول قرار ممكن ما يكونش مظبوط، مش الاعلام ده كله السوشيال ميديا بتنزل على اتحاد الكوره بقى ايا كان مين اللي ماسكه، لكن نفترض دلوقتي هنا بريده وطاخ طيخ طاخ طيخ، وبالتالي فرص النجاح او الانتاج بتقل بل بتتلاشى. الكلام ده لو مع حد تاني غير الاستاذ هنا بريده، المهندس هنا بريده. نعم. خليني اقول لك نقطه واضحه جدا، احنا اتكلمنا عن تاريخه القوي جدا كاداري. والله انا مستغرب انه ربنا هديكوا النهارده على بس اقول لك ما انا لسه ما كملتش. بس احنا هنحمله مسؤوليه. ماشي. بس هو لازم يحط في اعتباراته ان هو جاي والشك فيه من قبل جماهير كثيره في كره القدم المصريه اكبر من اليقين. نعم. تاني المهندس هاني بوريدا جاي في حاله رئاسته الاتحاد، لازم يبقى عارف ان الشك في نجاحه اكبر بكتير من اليقين في نجاحه. بالتالي انت لازم تبقى عارف ده، فتبقى عارف كويس قوي البدايات تكون ازاي. فما تطلعليش البدايات بتاعتك ضعيفه وتستنى مني دعم. ضعيفه ازاي؟ يعني انت قول لي يعني لما يكون اللي يقول ان البدايات دي ضعيفه انا مش هروح وقول ان البدايات دي قويه. مش هروح لفكره حطوا لوائح وحطوا قوانين لان هي محطوطه.
وموجوده وسهل جدا تقدر تجيبها. ابرزها لي يا اسامه، ابرزها وضحها لي وشرحني يهمني بالظبط، وتقدر تعمل ده بسهوله. ناش. لكن انا يهمني، انا مشكلتي في التنفيذ، اللي بيخطئ لا يعاقب يا كابتن، اللي بيخطئ لا يعاقب، ما فيش شفافيه في التنفيذ. حلو. فلما يحصل، هقول مثال، حصل لي موقف زي موقف محمد عادل والدنيا مقلوبه، انا في اليوم ده، في اليوم ده كاتحاد قوي لازم يكون عندي مؤتمر صحفي، ولازم يكون عندي بث واضح لغرفة الفيديو متطابق زمنيا مع ما حدث في المباراة. انا هنا قطعت كل شيء، ما حدش يجتهد. لا بس الحقيقة للأمانة يعني رغم ان انا بختلف كتير مع الاتحاد القائم، الا انه قراره بإقالة لجنة الحكام كان قرار قوي. لا ده ما كانش قرار قوي يا كابتن، ده كان قرار اصلا اجبر عليه، ما قدامش حاجه غير كده. اجبر عليه يعني ايه؟ يعني النهارده انا شلت اللجنه، ما قدامش غير كده. انه المشكله والحدوته في خلال 48 ساعه، هل انا عملت اجتماع طارئ، انا اجتمعت اجتماع طارئ وانا اقلت اللجنه، طلعت هذا هذا يحسب للاتحاد. فين النتائج؟ طلعت لي النتائج؟ لا ما نتائج ما في دلوقتي، انت في امور خاضعه النيابه. اخر كلمه بس كده، اخر كلمه قالها في البيان انه في نيابه، فهو خلاص شلت يده. لكن قرار اقاله اللجنه انا بعتبره قرار شجاع. هو كان القرار اللي المفترض ان هو يؤخذ من بدري. لكن انا بالنسبه لي في وقائع كتير جدا قبل ما اروح للنيابه، مش كل وقائع اروح للنيابه، انا في خطا عندي حصل. بس دي حصل. تمام. هروح لوقائع غيرها. انا عندي جوميز من 17/6 حتى الان لم يعاقب. طلع قرار وطلع تصريح من لجنه الانضباط ان احنا خلاص ما بقاش عندنا قصص وركيه. انت دلوقتي شايف انه حاجه زي اللي حصلت من جوميز او من لعيب او او او، ما لو في عقوبه يبقى انت كده قوي، ما فيش عقوبه يبقى انت زي اللي هنا، يبقى هنا ده ينطبق عليه لو اراد زي ما بيقول فارس. ما هي دي الفكره. ما هي دي الفكره. انت الفكره، انا مش عايز فكره ان انت تقعد. انا عاجبني جدا اللي طلع النهارده من ياسر عبد الرؤوف، احنا ايه؟ اطمنا شويه. صح؟ نعم. ادى انطباع ماشي. انت شايف احنا ما اطمناش، احنا جالنا امل. بالظبط. نعم. انا قلت شويه عشان كده. لا احنا جالنا جلنا اللي هو ايه، اديت انطباع ان انت شايف الثغرات. خلي بالك يا شخصيه الكابتن ياسر كده. بالظبط. للامانه انا هعمل ايه بقى؟ هنتظر ليك الجوله الثالثه. ماشي. مش هنتظر اللي بيتربص بيك، بالعكس. انا هنتظر اللي عاوزك تنجح. لان انا نجاح المسابقه من نجاح النادي الاهلي. انا قلت الاهلي بيتم يعني في حاله العداله والشفافيه البطوله بتبقى سهله عليه. نعم. انا بقى هنا المهندس هاني ابو رضا، انا براجل بالخبرات دي كلها، عارف كويس قوي يعني ايه يحط لوائح، عارف يعني ايه كويس عقوبات، عارف يعني ايه جزاءات، عارف يعني ايه تطوير كره القدم. علاقته بفوز اللجنه كبيره جدا جدا داخل الكاف، له صوت مسموع جوه الكاف، قادر ان هو يحافظ على حقوق الانديه، قادر ان هو يحافظ على حقوق المنتخبات. المهندس هاني ابو ريده لما يجي له خطاب ويتخبى في الدرج يبقى هنا مشكله، لكن لما يجي له خطاب ان في فريق هل تقبل ان انت تنظم نهائي دوري ابطال افريقيا، هيقول واقدر اجيب نهائي دوري ابطال افريقيا يتنظم عندي. هو ده اللي احنا بنقول فيه لو اراد. لكن لو الدنيا مشيت بشكل مختلف وزي الاتحاد السابق او زي 2019، يبقى هنا مش عشان المهندس هاني ابو ريده مش قادر يدير، لا مش عاوز يدير او مش عاوز ينجح. طيب. والله العظيم الراجل ده بيتكلم كلام زي الفل، اتنين بيتكلموا كلام زي الفل، والعمليه بسيطه وسهله وسلسه. صحيح. الى اقصى درجات السلاسه، بس تتوافر النيه. وانا اعتقد ان المهندس هاني ابو ريده، ولن ازيع سرا يعني، انا وانا جاي في الطريق 40 دقيقه في محادثه تليفونيه مع المهندس هاني ابو ريده، واللي سمعته منه اداني بادره امل، زي ما انت عندك بادره امل مع الكابتن ياسر عبد الرؤوف. راجل اتكلم على نقاط هامه جدا جدا جدا، وبالفعل داخل المره دي النوايا سليمه جدا، بس بشرط ان احنا كلنا نساعد عشان ننجح. طيب حضرتك قلت نقطه مهمه جدا، انت بتحب التجربه الدنماركيه بتاعت عادل امام؟ عبقري عبقري، بس العبقري الاكثر هو يوسف معاطي. يوسف معاطي طبعا، اللي هو كتب، لانه هذا الفيلم جاء بعد رساله للوالي ومحروس بتاع الوزير، يعني فيلمين كده ما نجحوش للزعيم عادل امام. استاذ الاساتذه وتحياتنا ليك دايما يا زعيم. التجربه الدنماركيه شقلبت كيان السينما المصريه وعادل امام، متفقين ولا مش متفقين؟ طبعا. عشان في كاتب رائع اسمه يوسف معاطي. التجربة المغربية شقلبت كيان الكرة في افريقيا وليس في المغرب فقط لا غير. برضه يوسف معاطي بتاع المغرب لا فوزي الاقشع. ده حقيقي. طيب هل هنا بريدة ممكن يبقى فوزي الاقشع بتاع مصر؟ هل هنا بريدة ممكن يطبق لنا جزء من التجربة المغربية؟ هل هنا بريدة ممكن يفتح لنا مشروع الهدف اللي اتصرف عليه قد كده، والدولة عملت فيه اللي ما يتعمل، والفيفا عمل فيه اللي ما يتعمل، وفي النهاية بيبقى مركز تدريب للأندية وليس للمنتخب؟ هل قادر يجيب لنا مدربين؟ اسمح لي أكمل دي بس. كمل. هل قادر إن هو يوصل لنا إن المدربين بتوعنا يقدروا ياخدوا البرو زي ما بتتعمل في المغرب؟ دورات تتعمل. دي نقطة مهمة جدا. جميل، نقطة مهمة. طيب.
هو افتحوا بقى. هو بقى ده سؤال. انا يا جماعه هنا انا امنيتي في الحياه ان انا عايز اشوف الكوره في مصر فعلا على مستوى المنتخبات الكبيره دي، ونحن لسنا اقل من المغرب في شيء. ده المصارحه دي يا كابتن شوبير جميله جدا. نعم. لان الناس تعتقد ان احنا طول الوقت عندنا مشكله مع من يدير الكره المصريه. نعم. ده مش حقيقي. عندنا مشكلة مع طريقة إدارة من يدير. حلو. وده فرق كبير جدا. فبالتالي من سؤال حضرتك، هو يقدر ده أنا عندي مشكلة، أنا ممكن عندي مبررات لفشل مجلس جمال علي. طبعا عندي مبررات كتير جدا، يعني خبراته الإدارية، تدرجه الإداري، قدراته على التواصل مع الاتحادات القارية، خبرته على الترابيزة اللي حضرتك عارف ده معناه ايه كويس جدا. نعم. فن احتواء الأزمة وفن إدارة الأزمة، المواقف التراكمية اللي مر بيها توصله لحد فين إداريا. فهو لما يفشل، أنا بالنسبة لي هو الفشل ده مساحة إن هو كان يحصل كبيرة. ده أنا عندي مشكلة العكس، بل هي مش مفترض مشكلة، ده هي مفترض حاجة إيجابية. إن المهندس هنا بوريدة مفترض عنده كل ما هو عكس ذلك. فبالتالي انا مش مفترض اتقبل منك ده، ده انت حسابك يبقى اصعب. صح. قدراتك على التواصل مع الاتحاد القاري. نعم. هو انت كهنا بوريده 2019 لما تنظمت امم افريقيا في مصر. نعم. ما كانش ليك دور؟ لا كان ليك دور طبعا، وكان ليك دور ان البطوله دي تتعمل في مصر بالشكل ده وبالسرعه ده بعد ملف تاني، ان انت تجهيزاتك ويلا يلا مصر قادره. مصر قادره، هقدم خطابك، قدم خطابك. مشكله بس يا فارس لما يكون عند رئيس نادي موقوف ويقدر يرفع عنه الايقاف ويخليه يحضر مباراه نهائي، ده دور. لما يكون عندي نادي زي نادي الاسماعيلي تم استبعاده بقرار من الكاف من بطوله ويعيده مره اخرى، ده دور. لما يكون عنده حكم يتوقف 6 شهور ويعيده مرة أخرى لأن البطولة في مصر ويحكم البطولة في مصر، ده دور. إذا ده حد ابن حلال قوي قوي. ده ابن حلال قوي. هو وداه سكة تاني. ابن حلال قوي، ابن حلال قوي. خلينا في الإيجابي يا أخي، خلينا في الإيجابي. نعم. بس أنا عايز أبني فعلا على أن هو يقدر يعمله. عندك كهنا بوريدة خبرات ورصيد إداري يخليك تقول أنك أنت تقدر. نعم. طيب هي الموضوع صعب؟ الموضوع أنت ممكن تصعبه بس هو مش صعب. نعم. ليه؟ لأن لو أنا معايا مجموعة العمل المتناسقة، فعلت لوائح، اخترت مدربين صح، تعاملت مع كل دولاب العمل الاداري داخل الاتحاد انه يكون منضبط. انا بقى هنا عايز ارد على سؤال كان حضرتك قلته، هو احنا هنقيم فاول وغلطه حكم؟ لا طبعا. مين اللي قال كده يا كابتن؟ سوشيال ميديا. لا ده ما بيحصلش. ما بيحصلش. والله ما بيحصل. الناس بتحول الجمهور في موضع المسؤوليه والاتهام، وهو الحلقه الاخيره في سلسله التطور بتاع الهرم الكره. يعني ايه الحلقه الاخيره؟ هو انا عايز اجيب 2 متخانقين رؤساء لجنه وده يدير الصبح وده بالليل؟ هو انا عايز اروح اعين حكم في مباراه وهو فاشل في اختبارات او ما حضرش الاختبارات التمهيديه او ما دخلش مع معسكرات الاعداد او اعتذر؟ نعم. عن امور ما اجي احطه وفي حد انا عارف ان هو مستني له. نعم. وان هو بيراهن على فشله. واجي اقول ان 2 حكام يكونوا على الفار في اول جوله الاثنين ساقطين في اختبار ورد. ده هي فكرة ان اصلا بحط كل معطيات ومقدمات الفشل، واجي بقى لما الدنيا تفشل اقول بص الجمهور المتربص، بص جمهور مصر اللي بوظ كرة القدم، بص الاعلام الفئوي بتاع الاهلي والزمالك اللي مولع الدنيا. لا حضرتك، حضرتك فاشل، انت بتدير بكل معطيات الفشل والمقدمات تؤدي الى نتائج. انت بتخترع، ما انت عامل كل حاجة تخلي الناس تفشل، جاي تحاسب الجمهور وتحمل الموضوع للجمهور. طيب. فبالتالي الناس مش هتحاسبه على فاول، اعمل الهوم ورك بتاعك. ماشي. صح. ماشي. وتعييناتك صح، محدش هيحاسبك. سؤال، وهعرض لك الماتيريال دلوقتي اللي طلبناه من الاخوة الاعزاء داخل الكنترول. سؤال. اتفضل. هل لدينا الامكانيات المادية، البشرية، الفنية، الانشائية عشان بالفعل يبقى عندنا كرة قدم حقيقية، عشان أعمل، وده أنا مكمل معاكم بعد الفصل بيه، أعمل دوري جامد يبقى عندي جماهير مالية المدرجات. أنا والله العظيم يا فارس، والله العظيم يا أسامة، أنا اتحسرت مباراة أخيرة كنت بشوفها، حضر حوالي 2000-3000 متفرج، وزميلنا المعلق قال له علي لي صوت الجمهور، سمعني الحضور الجماهيري النهاردة يفرح، حضور الجماهير النهارده يشرف، وما يكملوش 3000 متفرج. معلش يا جماعه بعد الفاصل يبقوا هاتوا لنا شكل المدرجات زمان في مباريات زمان، اذا اقل مباراه من مباراه الهمه يعني
حضر فيها اقل من 30 او 40 الف متفرج. حريك الاهلي في الاسماعيليه، الاهلي في بورسعيد، الاهلي في دمياط، الاهلي في طنطا، الاهلي في المحله، الاهلي في المنصوره، الاهلي في السويس، وقيس على كده برضو الزمالك اكيد، الاهلي في اسوان، الاهلي في المنيا، هحاول الاهلي في افريقيا، كل المباريات دي كنا بنروح الشرقيه، الاهلي في الشرقيه، يعني هوريك شكل المدرجات كان عامل ازاي. كل اللي انا قلته لك ده عشان ننجح، هل لدينا الامكانيات وهل لدينا الكفاءات ولا لا؟ اكيد يا كابتن لدينا الكفاءات. ماشي، واحد كفاءات، لدينا الامكانيات، اثنين امكانيات، نقدر نطور في الانشاءات كل الدول الافريقيه والعربيه اللي احنا متفوق فيها. انا عندي القاعده الجماهيريه اللي تقدر تنجح اي استثمار رياضي. الاستثمار الرياضي في العالم يا كابتن رقم اثنين في العالم. انا مش قادر استغله في بلد بحجم مصر. انا عايز فقط لا غير تكون الرغبه موجوده عند المسؤولين. المسؤولين ده يا كابتن مسؤولين عن الملف الرياضي. الملف الرياضي محتاج اعاده هيكله من جديد. اتمنى في الفتره الجايه عشان ما نبقاش جايين مع كل اتحاد بنفضل نطرح حلول ونقدر نطرح افكار ونقعد نقول نتمنى ونيجي في النهايه في نهايه المده الانتخابيه نلاقي الامور ما بتحققش. احنا عندنا اللي يخلينا ننجح مع المباريات اللي بتلعبها عندنا الفرق ده، انت بتوري العالم كله انا عندي ايه مش كده؟ فسايبين الاستادات. انا اقول نقطه هنا يا كابتن مهمه جدا. اكيد انت ما شفتش استاد هيئه قناه السويس ده قبل كده. لا الحقيقه، وعشان كده عايز اقول نقطه مهمه جدا. اتمنى مفاجاه جميله. اول مره نشوف صور ملعب فرعيه ايه، وعنده برضه بعض الالعاب بتتلعب هناك، صالات مغطاه وشغلانه وحدوته. انا اتمنى يكون في نظره للاستثمار الرياضي بشكل مباشر مع الجماهير، بمعنى ان لما اجي اعمل استثمار رياضي استثمر في المنصوره، استثمر في السويس، استثمر في الانديه الجماهيريه في اسوان. انا لما يكون عندي استثمار مع نادي عنده شعبيه او عنده جماهيريه في المحافظه، انا هنا رحت النادي اقدر استثمر فيه واحط فيه فلوس، وعندي كمان جماهير فاقدر اشوف المدرجات والملاعب، ملاعب فيه جماهير في كل الملاعب. اقول لكم مفاجاه، اتفضل. النادي المصري ماتشات افريقيا هيلعبها فين؟ مقدم طلب انه يلعب في السويس، في القاهره. في القاهره، في القاهره. هو كان عايز يلعب في السويس واترفض اعتقد. لا 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 لا، في القاهرة. عايز يلعب في القاهرة، وغالبا هيلعب في القاهرة. مع انه ما بيلعبش في الاسماعيلي. يعني ما بيلعبش مع الاسماعيلي ولا ما انا بقول لك، ما انا لاعبه في الاسماعيلي، يعني المصري يلعب ماتشاته في الدوري في الاسماعيلي. هو قبل كده كان طلب موضوع السويس ده والاستاد. لا لا، هو متوافق عليه حاليا في الدوري، استاد السويس الدوري، بس باستثناء هو المشكلة معاه في استاد السويس ما عادش عارفها. هما ما بيتفائلوش بملعب استاد السويس. ده احنا دخلنا كده في حته ثانيه. لا والله انا بكلمك جد، والله العظيم انا ما بهزر. هو تعادل مع الجونه بين الماتش اللي فات في استاد السويس وعايز نكسبها. انت فاكرني بهزر؟ اه كابتن، يعني موضوع التفاوت شوم وربما عنده تحفظات فنيه. انا مثلا يعني احنا جينا فتره استاد السلام كان في تصريحات ان انت ما عندكش افضل حاجه فنيه. لا بس مشكله، انا قصدي بس انا عندي استاد خلاص السويس في الاسماعيليه، وعندي امن 100 فل و14. طبعا عندي امن النهارده افرجوا عن الولاد الثمانيه الحمد لله، ودي حاجات اسعدتني جدا ان شاء الله. والولاد اللي كانوا عندنا في الماتش بتاع الانتا ده ثاني يوم او ثالث يوم كلهم كانت تذاكر مضروبه وخرجوا بالسلامه واحسن معامله من فضل الله. فانا عندي امن زي الفل. انا بتكلم على كل الانديه هنا اهو، يعني في اكتر من كده ونحتوي اولادنا يا كابتن، وده وان شاء الله باذن الله. احنا عارف يا كابتن وحضرتك بتتكلم، انا ببص لمنظومه كره القدم في افريقيا وبشوف بعض المباريات لما اتوبيس النادي الاهلي عشان يوصل للاستاد حضرتك بتسمع بياخد ساعتين والجمهور بيحتجزه، ونشوف وضع الكره عندنا. احنا نقدر نروح لحته بعيده قوي والله. أنا نقدر. انا طلبت بعد الفاصل هيورونا شكل الملاعب زمان، الان المفروض افضل من زمان 100 مره لانه الفتره الصعبه عدت وربنا لا يرجعها يا رب ابدا. خلينا نروح لفاصل ونرجع تاني. طيب نعمل مسابقة؟ ملعب الأولاني ده كان ملعب إيه؟ ما تقولوش. تمام، هدي لحد 10. 9 10 استاد اسكندرية المحل التاني، المحل هو الأولاني اسكندرية. وريني تاني كده، وخد بالك هو قال الحتة بتاعته. أنا ده أعظم تشجيع، أنا على لعبي ما شفتش كده. ماتش المحلة ده تقريبا 31 ديسمبر أيا كان. مش مهم، أنا بتكلم في المشهد نفسه، مشهد الجمهور. طب. يا جماعه قربوا الناس، رجعوا الناس، رخصوا التذاكر عشان الدنيا تمشي. يعني ده الشعبيه، يعني هنفضل نقول ايه. كنت عايز اقول حاجه سريعه في التحكيم. في التحكيم بس اجري بقى ده حقيقي. سريعا كده يعني كابتن سمير عثمان كان ليه وقعه محتاجين بس نعقب عليها. نعم، هنا احنا بنتكلم في معيار. انا ليه واقف عند الموضوع؟ لان كابتن سمير جه
اتعرضت عليه اللعبه بتاعت عمر جابر التدخل، قال اصل هو نزل وبطأ نفسه. رد كابتن احمد سامي في موضوع الاسترزاد بتاعت اسلام جابر وقال الراجل فيه حفر في رجله من عمر جابر، بس مش دي المشكله. المشكله ان في لعبه التسلل كابتن سمير عثمان قال جمله خطيره جدا، قال وانا عارف ان كلامي مش هيعجب جمهور الانديه الثانيه. انا احبش المصادره. انت ليه بتصادر على راي الناس؟ حضرتك اتكلم في اللعبه فنيه. ما هو وارد يعجبني عشان مش منطقي. فلما اجي اشرح اللعبه واقول اصل ما فيش خطوط فالمشكله عند المخرج وانا مش هقدر احللها وبروح للقرار بتاع الملعب وانا اللوم كله على المخرج وعلى غرفه الفار. لا انا لازم اقف هنا. لان يا كابتن سمير حضرتك كنت بتخرج لسنوات ما قبل الفار وما قبل الخطوط، كنت بتحلل لعبات هي اصلا مش موجود فيها خطوط فار. ده بالعكس ده دورك اكتر بالنسبه لي كمتلقي او كمشاهد هي اللعبه اللي ما فيهاش خطوط فار، لان الخطوط دي احداثيات بتتحط، فانا هقول رايي في ايه. هو حضرتك بتشرح لنا الواقع. انما اللعبه اللي ما فيهاش ده مفترض انا انتظر رايك وانتظر ان انت تقول ايه، مش تقول انا مش هقدر اقول رايي. طب انا هفترض ان ده معيارك. عشان كده بقول لك ما تصادرش على الناس وتيجي تقول اصل انا الجمهور مش عاجبه كلامي. ده انا برد حضرتك بالمنطق اهو. انت يا كابتن سمير ده المعيار اللي انت حاطه لكل التحليل بتاعك؟ لا. في كوره الاهلي وطلائع الجيش في الموسم اللي ضاع من النادي الاهلي الدوري بسبب الكوره اللي تجاوزت خط المرمى واسلام جمال، ابراهيم نور الدين كان حكم الساحه، واسلام جمال شالها من جوه الجون واحنا قلنا ده هدف واتقال لا الكره ما اتحسبتش هدف وضيعت الدوري. مين اللي كان في الاستوديو التحليلي للتحكيم؟ كابتن سمير عثمان. طب ما حضرتك بنفس المبدا ده كنت تطلع وتقول انا ما عنديش التقنيه اللي هي تجاوز خط المرمى بتاعت الكره فانا مش هقدر اقول راي. لا ده كابتن سمير عثمان طلع ورسم قال ده 3 دي وراح عامل خط كده كل جمهور الاهلي فاكره طالع كده وصائد، تحس ان حضرتك نازل علينا صاروخ، وراح قايل الكوره ما تجاوزتش خط المرمى وكان هو الوثيقه اللي بتقول او بتثبت ان الاهلي ما كانش له حق في الهدف ده. طب ما حضرتك عملت ده، فلما تيجي دلوقتي تحط معيار تاني وتقول لي انا مش هحلل اللعبه دي، هو حضرتك مين فيهم؟ كابتن سمير عثمان كان دايما يقول للحكام حبوا نفسكم اكتر من اي نادي. فانا اتمنى ان هو يفتكر الجمله اللي كان دايما بيقولها للحكام. بس طيب هنا نقطه كابتن شوبير. هو الامانه كابتن سمير عثمان على مدار تاريخه التحليلي اخطائه قليله، ده صحيح، وهو قال جمله هو صريح. قال جمله في اللقطه دي تحديدا، قال هنا في اهمال، اما اهمال من المخرج او من حكم الفار او من الايفار. انا شايف برضه يا كابتن ان كان في اهمال من حضرتك في تحليل اللعبه دي، وهو يتقبل لان هو شخص يعني واضح جدا بالظبط. ولكن هو عمل الادوار دي كتير فعلا، بل بالعكس يا فارس ده حل اللقطات كان فيها خطوط فار وقال عملناها عندنا على التقنيه عندنا وكان الخطا من حكم تقنيه الفيديو. دي همسه عتاب كده، بالظبط همسه عتاب. وهو رجل. لكن الاصعب بقى يا كابتن هو الكابتن احمد الشناوي، بعيدا عن اهلي بعيدا عن زمالك حتى، مباراه الاسماعيلي وسيراميك كليوباترا طلع بعد المباراه مباشره في لمسه اليد اللي حصلت داخل منطقه جزاء سيراميك كليوباترا، مدافع بيلعب الكره بدماغه جت في ايد مدافع زميله الاثنين مع بعض في نفس الكره، قال بوضوح شديد ان الكره مبرره والقرار ليس ركله جزاء. طلع نادي الاسماعيلي اعترض بقوه وبيان رسمي، عمل مداخله ثاني يوم قال حاجه انا مش قادر استوعبها وواقف عندها لغايه دلوقتي، قال ربما الناس فهمت كلامي بشكل خاطئ. فقال له ازاي بشكل خاطئ؟ قال له لا الكره دي الايد غير مبرره والقرار الصحيح ركله جزاء. على فكره ما فيش ما يمنع انك تحلل غلط وانك ترجع تاني تقول انا اسف انا اخطات في التحليل. الله ينور عليك كمان. بس هو قال لا يا ريت قال ده. لكن هو قال ايه؟ الناس فهمت كلامي غلط. ما انا عشان كده بقول لك كان الافضل يطلع يقول ايه؟ يعترف انا يطلع ايه؟ اخطات في التحليل اللعبه الاولى، شفت اللعبه اكتر من مره، انا تعجلت انا تسرعت ما عملش ده يا كابتن. معلش ما عملش ده. خلينا ناخد حاجات سريعه جدا. اسامه اتفضل. شفت انا اتخضيت في مصارحه حسين الشحات والشيبي، بجد اتخضيت من رد الفعل. قد كده احنا ناس طيبين وقد كده الناس كنت موجود انت كنت موجود كنت موجود لان انا واحكي لك بالظبط انا قلتها بس احكيها تاني. شهاده لوجه الله عز وجل، انا قعدت في الصف الاولاني وبلف ورايا فلقيت الشيبي فسلمت عليه، سلمنا على بعض سلام هايل، الولد مبتسم متصالح جدا
انا معجب بيه جدا كلاعب عشان اكون امين يعني. باك رايت عالمي. عالمي يعني، وحضنته وبوسته ومبروك يا حبيبي وبالتوفيق وان شاء الله نشوفك في منتخب المغرب وبتاع. قلت له مش عايزين مشاكل ومش عايزين مش عارف ايه وبتاع. لقيته لطيف جدا جدا ومتجاوب جدا. استنيت شويه عايز اقول له عايز اعمل مصالحه بس ايه انا انا مهدت الكلمتين يعني. طبعا زميلي العزيز الصدوق العزيز ابو المعاطي زكي قال لي انه كان يتكلم مع الاستاذ عصام شلتوت وعصام شلتوت هما اتنين جمال 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 يعني شخصيتين جمال. وقال محمد الشحات ده ده اللي قاله يعني. ف تمام. فانا خلص خلصت الاحتفاليه رحت جايب مهند لاشين وده انا بعشقه كمان. فرحت جايب مهند قلت له ولا مهند كده بالحرف يعني. انا اتنين قلت لهم ثلاثه قلت لهم ولا في الاحتفاليه دي مصطفى شوبير ما ينفعش كده. فا والله ومهند قلت له ولا مهند انا عايز اخلص دلوقتي الشيبي مع حسين الشحات نادين الشيبي. حضرتك حسيت النوايا موجوده جدا اكيد من سلامه ومن طريقته ومن ابتسامته كده يعني. حسين اطيب من الطيبه يعني. فقلت له انت قلت له انا مالكش دعوه بالشحات. والحقيقه بدا مهند يدور على الشيبي لانهم على المسرح ساعتها فاتبسطنا يعني. الثالث كان اوباما هو بيستلم جائزه افضل هدف. قلت له ولا اوباما احنا عملنا كانت حلقه كان معايا مؤمن حسن وكان معايا محمد الشاذلي واخترنا كان افضل هدف ده. وعلى فكره ولد شديد الادب هو كمان. كل الحضور كان جميل. بس انا رد فعل جمهور النادي الاهلي اللي لقيتهم فرحانين ومبسوطين جدا وكان النزعه البشريه الطيبه هي اللي في النهايه بتتغلب يا اسامه. بص يا كابتن هو اللي حصل اصلا حصل في لعيبه بيبقى عندها انفعالات داخل ارض الملعب ما صحيح. بتحبش تخسر. نعم. فبتلاقيها دايما بتقع في سلوكيات لو انت خدتها بره مجال المنافسه دي ممكن الوضع يختلف تماما. هو ده اللي حاصل تحديدا مع الشيبي. وللامانه الشيبي كان قدر ان هو يتجاوز القصه ليله المباراه مع حسين الشحات في الممرات لما اتراضوا واتصالحوا وانا اسف وانا اسف. لكن بعض الناس دخلت في الموضوع وبعض الناس ما عجبهاش ان المشهد ينتهي عند هذا الحد. شوف شوف عشان اكون برضو امين جدا جدا هي القصه كانت والدته يعني. هو لا لو والدته خلاص القصه كانت لا والدته يعني خلاص. لكن لو لان انا هقول لك الاكتر من كده. انا على علاقه طيبه يا جماعه مع مسؤولي بيراميدز عشان بس تبقى القصه واضحه يعني. وتواصلت معاهم بعد كانوا مبسوطين جدا. وبعد المشكله انا اتكلمت مع ناس منهم وكانوا عندهم النيه فعلا ان الموضوع يخلص. فقالوا لي يا كابتن ايه المشكله هو موضوع الوالده. لا لو هي والدته فالموضوع منتهي. لكن في النهايه انا عايز هنا زي ما بنشيد بالجماهير اللي تقبلت الامر ده بصدر رحب. واحنا اصلا بنسعى بطبيعه الحال صحيح. دايما عندنا اقول لك صلح خير. لكن عايز اشيد بحسين الشحات برغم ان هو اخطا طلع اعترف بغلطه اكتر من مره طبعا. طلع اعتذر اكتر من مره طبعا. طلع اعتذر في اكتر من برنامج تم تحويله للمحاكمه والقضاء وقال وبرضه مصر ان هو فكره ان هو يعتذر. ده متربي كويس. اول امبارح معايا بيعتذر. عايز اقول لحضرتك حاجه ده متربي كويس بيعتذر بعد كمان ما القصه القضائيه انتهت. ده انا عايز اقول بعيدا عن الاعتذار كمان اسامه عمل حاجه بالفطره كده تدل ان هو انسان سوي جدا. كان بيختار افضل تشكيل خد الشيبي حطه باك يمين بلا تردد. فهذا انسان غير مصطنع وغير مفتعل ده صحيح. بل بالعكس هو قرب ومد ايده 100 مره. المره اللي الشيبي مد في ايده فيها كانت القصه انتهت. وهقول نقطه كمان يا كابتن بقى لان احنا دايما وحضرتك لاعب كوره ممكن تنفعل وانت لاعب تحت ضغط حماسه منافسه مش عارف ايه. اللي عمله حسين الشحات في اعتداء او تدخل بلاش اعتداء تدخل الشيبي عليه بشكل صعب جدا على رجله كان ممكن يعرضه للايذاء وانه يلتزم تماما الهدوء. لا دي تضاف ايضا لحسين الشحات انه قدر يمتلك نفسه عند الغضب صحيح. وبرغم ان هو كان في حكم قضائي والكلام ده كله فضل ملتزم الصمت تماما. فالحمد لله ازمه وخلصت. اتمنى الناس اللي كانت بقى من الجماهير اللي بتحاول تشعل الازمات دي يا ريت تهدوا على نفسكم. لا انا شايف ردود الفعل جمهور الاهلي مش جمهور الاهلي البعض يعني اهدوا شويه. بتتاجر في نوعيه الازمات دي لان الموضوع ده صعب بصراحه. المفترض نكون احنا يعني عندنا يعني ميول لكل ما هو فطري سوي جميل. قبل ما اخد عندي سؤالين سريعين تعالى نرجع تاني للسوشيال ميديا لان الاسئله كتيره عندنا. حد ينتظر السوشيال ميديا. فارس كولر وقيمته الفنيه واحتفاله بعيد ميلاده كان 63. كولر بالنسبه لي كابتن هياخد حقه اكتر كمان دلوقتي فيما بعد. ده كولر كده شخص هيتحط 11 بطوله وبيوصل في المعدل ده من البطولات في الفتره الصغيره دي. وانا بشوف ان هو من
افضل المدربين اللي بتجيد التعامل مع الادوات الموجوده. نعم. يعني هو متطلع دايما ان انا عايز نوعيه ابجريد معين للسكواد، بس لو ما حصلش معايا هو بيطلع نتائج كويسه بالموجود. نعم. وده ربما احيانا بيحسب عليه، طب ما انت شغال اهو بتحقق وبتنجح. صحيح. بس هو الراجل بيدل دايما ان هو قادر. الراجل ده حقق ارقام قياسيه كتير جدا في سلسله انتصارات متتاليه في الدوري، وفي سلسله انتصارات متتاليه في افريقيا، وايضا يعني اكبر فوز على الترجي على ملعبه مش بس لصالح الاهلي، ده من اي فريق تاني في افريقيا. نفس الكلام مع ميدياما، نفس الكلام اول فوز لفريق مصري على سيمبا خارج الارض، وجرماهيا واكبر فوز على مازيمبي، اكبر قصدي نتيجه يعني من سنوات ان انت تقدر تحقق النتائج دي. فهو رجل يجيد الارقام القياسيه، يجيد النجاح، يجيد استغلال ادواته. وربما بعض الجمهور احيانا بيزعل منه او بيزوم عليه عشان لاعب او كده. يا جماعه هذه طبيعه كل المدربين في العالم. جوزيه مورينيو كان عنده جوهرتين اسمهم دي بروين ومحمد صلاح. برافو عليك. وكان لديه قناعات مختلفة بيهم. نعم. وحد فيهم راح مساره. نعم. في السيتي، وحد راح مساره خارج تشيلسي. فجماعة هؤلاء هم المدربين في كل العالم. طيب بالمناسبة لو عايزين تكرموا صلاح نعمل له ايه يعني؟ صلاح بس؟ صلاح ومرموش بعدين. اه لصلاح عمله مرموش جاي، لصلاح عمله ما يتعملش، ما يتعملش ده حقيقي. ولازم انا مخضوض ان لحد دلوقتي الحاجه اللي اتعمل صلاح اطلقنا اسمه على مركز شباب. خلي صلاح ده موجود في انجلترا مثلا، انجليزي او الماني او فرنساوي او كيف كان سيتم تكريمه. يعني محمد صلاح يستحق التكريم الكبير من الدوله، لانه احنا بقالنا 4 ايام يا فارس يا اسامه طايرين رايحين في سكه تانية. ايميليانو مارتينيز عمال يتكلم عنه كلام مش طبيعي. رودري، هالاند. طيب هالاند فهو تاني هداف الدوري، الراجل بيلعب جناح. ففكروا تكرموه ازاي يعني، فكروا تعملوا له حاجه تليق بيه بصراحه يعني. خلي بالك يا فارس، خلي بالك يا اسامه، اكثر اللاعبين تواضعا في منتخب مصر. انا بقول لك معلومات، مش بقول لك. أكثر اللاعبين تواضعا في منتخب مصر محمد صلاح. فلا بد إن الدولة تفكر في تكريمه دلوقتي وهو بيلعب. وهو في مجده وفي زهو. وهو بيلعب وهو في مجده وهو في ودي لها انعكاسات حتى على شعبيته في انجلترا وجماهيريته في انجلترا. هو بالتأكيد شعبيه وجماهيريه، لكن يبقوا عارفين كويس قوي. قالوا له أغنية جديدة عم الحاج. إن اللاعب ده مقدر في وطنه بشكل كبير جدا. لأن أنا بطلق على صلاح إن هو قدر يحتل قلوب الإنجليز. ده صحيح. إحنا عندنا حاجة غريبة، إن نشوف كل الصحف الإنجليزية والصحف العالمية والأوروبية بتتكلم عن الاكثر مساهمه في الدوريات الخمسه الكبرى، وتشوف اتنين مصريين جناحين منتخب مصر. صلاح ومرموش. يا جماعه احنا قادرين دلوقتي. يا جماعه احنا عندنا، ومش ده بس، واخد برضو للنادي الاهلي. انا مش عايز اقول ان النادي الاهلي برضو فيما يحققه. يا كابتن وحضرتك كنت بتتكلم امبارح واحنا في 5 ديسمبر والنادي الاهلي وكاس العالم للانديه ونسخه جديده. ما انا لازم اربط. هل النادي الاهلي اللي حققه ده خلال ال10 مشاركات في كاس العالم للانديه، حضرتك بتحس ان احنا قادرين نستغل النادي الاهلي وامكانياته واسمه ونديله الصوره اللي المفروض يتحط فيها؟ لا. يا كابتن احنا سايبين حد يطلع يقلل من النادي الاهلي اللي بياخد بطل ال3 قارات، ويطلع حد يسخر منه ومن بطولته في الوقت اللي انفنتينو بيبعت لك تكريم. وسبحان الله نفس الشخص ده يعني هو غالبا يعني انا اسف بوصف نفسه بالهجاص، يطلع يقلل من مرموش في نفس الوقت. يعني حضرتك متخيل هذه الصوره الذهنيه؟ خليني اقول لمرموش، يعني اتكلم على مرموش كمان، انه انا في حاله انبهار من مرموش الحقيقه، وانا بتابع ردود الفعل يعني. عشان كده وان شاء الله هيبقى حاجه طاير. اللي بيعمله مش طبيعي. طاير الفاولات وال ولد جميل وبيمدل الناس، حاجه جميله، ربنا يحافظ عليه بس من الاصابات ويبقى زي الفل يعني. مرموش عنده فرصه كويسه يا كابتن، اللي هي انه شايف نموذج زي صلاح. طيب انا بس هسالك الاجابه بكلمه واحده، تفضل مرموش الموسم القادم فين؟ الموسم القادم؟ انا اتمنى يكون في الدوري الانجليزي. فين؟ الدوري الانجليزي يا سلام. انا اتمنى صلاح ومرموش ليفربول. اتمنى تفضل طبعا. صلاح الموسم القادم فين؟ صلاح؟ اتمنى صلاح يجدد عقده مع ليفربول، لان اللحظه اللي صلاح بيحصد وبيجني ثمارها اليومين دول هي الناس بشوفها بتتكلم في ايه بره.
بيتكلموا في ان الراجل ده كان عنده فرصه. هو الاجابه بكلمه واحده، انت كلمت 50 كلمه طبعا في الدوري الانجليزي مع ليفربول عشان يظل بيرسخ فكره ان هو حد الاختيارات الاستثنائيه، احد اساطير ليفربول. يلا بعضا من الاسئله، وبعد كده عندي سؤالين سهرناكم النهارده، لكن دايما الحوار ممتع مع اسامه وفارس. يلا بينا. حنان رضا، تحياتنا لكابتن شوبير وفارس اسامه. هل الاعلام الاهلاوي محتاج يكون اكثر شراسه في مواجهه الاكاذيب والشائعات ومحاوله البعض التقليل من انجازات الاهلي؟ اسامه، هنعمل اكتر من كده يا كابتن؟ نعم. لا، احنا مش محتاجين نكون اكثر شراسه، احنا محتاجين نكون اكثر موضوعيه واكثر تركيز، وزي ما بيقولوا كده ما نفوتش حاجه. انا بص يا كابتن، عندي قناعات هنا في النقطه دي. نعم. بس سريعا سريعا، الناس ممكن تاخدها ان انت اعلام مش موضوعي. لا انا موضوعي، انا بقول اكثر موضوعي. لكن انا عندي ده بالعكس، انا لما اكون كمان في قناه فئويه وموضوعي ده يحسب ليا ولمهنيتي. نعم. لكن انا عندي نقطه مهمه جدا في النقطه دي، انت لازم تواجه اي كلام بيردد عن النادي الاهلي بشكل خاطئ، لان لو انت تركت واستسهلت الامر وما اديتش الكلام ده قيمته، مع الوقت بياخد قيمته عند الجماهير. في مدرسه تانية، مدرسه تقول لك تجاهل. التجاهل بس تجاهله، لكنه مش كل الكلام طبعا. مش انا بروح لسقراط والسوفسطائيين. اكيد مش كل الكلام يا كابتن. طيب بلاش الاجنور عشان ما يزعلش فارس. انا بروح لسقراط والسوفسطائيين. سقراط كان ممكن يقعد في جنب كده، لكن اهاب محمد، صح كده محمد؟ اه. من وجهه نظركم، هل سيتم تغيير في الكره المصريه مع انتخابات الجديده اتحاد الكوره، ولا هيبقى الوضع كما هو عليه؟ فارس، والله انا خايف ان انا متفائل، يعني انا خايف من تفاؤلي. عندي تفاؤل مربوط بمعطيات، وهي ان اكيد هنالك رغبه عند الطبيعي بعد اللي حصلت ان يكون في شكل مختلف لكره القدم المصريه. طيب. قرارات لجنه الحكام الرئيسيه في اجتماعها الاول، اقامه معسكر فني لحكام النخبه في الفتره من 14 ل 20 نوفمبر باحد فنادق القاهره، يتضمن ما يلي. هنا اول حاجه بس مجنناني، باحد فنادق القاهره. الطبيعي انه المؤتمر ده او المعسكر ده يكون ماشي. محاضرات نظريه تحتوي على احدث التطبيقات من الاتحاد الدولي للفيفا، تدريبات عمليه تشمل محاكاه لمواقف تحكيميه من المباريات باستخدام تقنيه فار بتواجد عربيه فار وكاميرا تصوير، تدريبات على السيموليتر بتقنيه الفار داخل قاعه المحاضرات، تدريبات عمليه للحكام والمساعدين على المواقف المختلفه داخل ميدان الملعب، تحليل فني لمباراه الاسبوع الثاني بدوري نايل، تحليل اداء الفرق من متخصصين لمساعده الحكام على التوقع والتحركات وقراءه اللعب وفقا لاخر تعليمات الوارده من الاتحاد الدولي فيفا، تقييم الحكام المساعدين الفار من خلال اختبارات نظريه القانون ومفاهيم كره القدم، اختبارات خاصه بتقنيه الفار، اختبارات الفيديو تيست لحالات الالتحامات ولمس اليد، تحليل فني اسبوعي لمباراه دوري النايل، اجراء اختبار بدني للراسبين والذين لم يؤدي الاختبار البدني السابق تنطبق عليهم الشروط يوم الجمعه والسبت 15 و16 بجهاز الرياضه للقوات المسلحه، وبناء على التعاون مع الهيئات المختلفه تم اتفاق على اجتماع عاجل مع شركه ميديا برو تقنيه فار لتلافي سلبيات المرحله السابقه، تقرر عقد اجتماع بين الهيئه الوطنيه للاعلام والاتحاد المصري لكره القدم، تم الاتفاق والتنسيق مع السيد محمد ابراهيم المشرف العام على البرامج الرياضيه على عقد دورة صقل للسادة مخرجي ومصوري التلفزيون المصري بحضور حكام فار للوقوف على مستجدات تقنية الفار، تم إصدار تعليمات عامة لجميع حكام مصر بمختلف الدرجات يتضمن خطة العمل خلال المرحلة المقبلة، والتي سيكون أساسها الانضباط والالتزام وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب، جاري إصدار فيديو توضيح يتضمن التعريف بتقنية فار وإجراءات تقنية التسلل، جاري إصدار فيديو تعريفي للتعديلات الخاصة بقانون ومفاهيم كرة القدم، اي معلومه او خبر يتعلق بامور التحكيم سوف يتم الاعلان عنه من خلال الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكره القدم. الحمد لله، ده حلو جدا. والمكاشفه دي نعم، هل هي مش مريحه للجمهور؟ مش مريحه للاعلام؟ نعم. المكاشفه والمصارحه وان انا حطك في الخطوات اللي انا بعملها، هو ده اللي الجمهور عايزه، ده اللي احنا طالبنا بيه. وهل نعم، احنا انطباعنا عنه سلبي ولا الناس بالعكس بتؤيد وتدعم؟ بالعكس، كله هيؤيد بس كده ايا كان يعني. طيب انا بس عايز اقول قبل ما ارجع للاسئله واختم بسؤال اسئله السوشيال، انه كابتن الخطيب مشكورا سيستقبل بنتنا امل سعيد خلال هذا الاسبوع جميلة داخل النادي الاهلي، لانه بالفعل احنا لما بعتناها كانت مبادره شخصيه مننا، ما نسقناش مع حد خالص من النادي، لكن حققنا املها انها تدخل النادي، ودلوقتي امل ان شاء الله تدخلي قبل الكابتن الخطيب، تتصوري تاخدي التيشيرت والعلم والدرع، بس ببعت لنا
كده بس عشان نبقى فرحانين بيك يعني. بسرعه ناخد كام سؤال من السوشيال ميديا. يلا عايز اسالك يا اسامه هو اللي بيقوله اهو مش انا كابتن شوبير. علي معلول كان في حفل دير جيست ولما اتصور مع لعيب الاهلي ولما تعرض صورته على قناه الاهلي وده قلقني، هل معلول خلاص هيمشي ولا هو زعلان؟ يا ريت يا اسامه اسمع الاجابه في برنامج حارس الاهلي دي عاشقه الكيان. لا هاتولنا صور علي معلول من الحفل بالظبط، وهاتولنا وهو بيستلم الجائزه، وهاتولنا وهو بيتكلم، وهاتولنا وهو واقف مع وكمان المال. لما كان بيسلم كله. على الاستاذ طارق قنديل والدكتور محمد شوقي ازاي قام ولما شاف علي معلول الاهتمام اللي حصل مع لعيبه النادي الاهلي شفنا اللقطه دي. لا كان مرحب جدا بعلي معلول، احد اساطير النادي الاهلي، والنادي الاهلي يقدر جدا علي معلول كاحد ابنائه، ده مهم جدا. علي معلول ابن من ابناء الاهلي. اقول لك خبر اتفضل. ده ايه اللي على الشاشه ده؟ ده علي معلول. انا عايز الاهم من ده دلوقتي، عايز الحفله. ما هم بيعرضوا اهداف الحفله. ايوه الحفلة. صح. طب ما تعلمنا الصوت بقى. هو واقف بس احنا كنا عايزين هو بيسلم على ما هنجيبه. لا هنا اهو، ده اهو علي اهو بيسلم جايزته. كنت قبلها مسلم عليه. انا بنقول قبل يستلم الجايزه كان بيسلم على. هقول لكم خبر. اتفضل يا كابتن. انه بعد تصريح الكابتن محمد رمضان عندي والذي اغضب علي معلول. ايوه كابتن محمد رمضان راح لعلي معلول واجتمع مع علي معلول وضح له الصوره تماما وفهمه الموقف تماما. ولما سالت الكابتن محمد رمضان قال ده دوري، ان انا لو في حاجه مغلوطه عند حد اي حد من الفريق لازم اوضحها له، فبالك انه لعيب بقيمه علي معلول. وبالتالي انا رحت وانا اتكلمت مع علي معلول وانا اوضحت الامر بوضوح لعلي معلول، قلت له كان مرضي، قال لي الدنيا كانت تمام التمام. اول مره حد يسمع الكلام طبعا. مش كده؟ ومهم عشان كده ده تاكيد للي انا بقوله ان الاهلي بيقدر ابنائه بشكل كبير جدا، وعلي معلول ابن من ابناء الاهلي محترف قدر يصل لمكانه كابتن ربما قليلين في تاريخ النادي الاهلي من المحترفين اللي وصلوا ليها وارتباط الجماهير بيهم. مش عيب ان يكون يا رب الكاميرا بس تفضل مع علي لحد ما هيقعد برضه وقاعد مع وسط زملائه لعيبه النادي الاهلي. مش عيب يا كابتن ان يكون في نجوم في النادي الاهلي ورموز في النادي الاهلي ولاعيبه حققت ارقام اسطوريه، وهو اعلى محترف في تاريخ النادي الاهلي حقق ارقام كمساهمه في الاهداف طبعا وعلى مدار السنوات دي. مش عيب ان انت تاخد امتياز اكبر. مش امتياز اكبر مادي، لا امتياز اكبر في التقدير المعنوي، ان كابتن محمد رمضان بتاريخه يكون حريص ان هو يوضح لك ويصالحك ويوصلك اول مره رسالة. حد يقول هذا الكلام ده مهم جدا يا كابتن. وعلى فكره علي معلول يستحق، وسيظل تاريخ علي معلول مع النادي الاهلي استثنائي. مفيش لقطات الاخلاص يا كابتن في مشوار علي معلول مع النادي الاهلي كبيره جدا من اول الاختيار. من الاصابه بالزبط. من الاصابه ده في نهائي افريقيا كانت رجله في الملعب. ناخد كمان اسئله. مصطفى زكي. مصطفى ده حبيبي خلي بالك يعني. تحيه طيبه لحارس الاهلي وقلبي دفاع الاهلي. رجعك مدافعين تاني اللي مش كنت بتقعد من شويه. نبقى رامي ربيعه بيسجل. والله يا كابتن عشان احنا قدامك على طول. رامي ربيعه ومنعم بيسجلوا. سؤالي اضمن منين الخبير التحكيم الاجنبي اللي جاي ما يتوجهش برضه يعني؟ ما هي الوجوه اللي بتحكم اسامه. لا احنا اتكلمنا يا كابتن في كلينا دلوقتي واتكلمنا في رغبه المهندس هاني ابو ريده واتكلمنا في اننا محتاجين كابتن ياسر عبد الرؤوف يقدم شكل مختلف واتكلمنا ان لجنه التحكيم القديمه كانت لابد ان ترحل وبالفعل رحلت، فان شاء الله وبعدين اكيد في تقييم. طيب اللي بعد. هل هنشوف موسم احتواء السنه دي ولا الاهلي مصحصح؟ ده خالد محمود. الاهلي مصحصح، واهم حاجه من ده ان يكون في خبير تحكيم اجنبي، لان انا بشوف ان خبراء التحكيم الاجانب اللي قبل كده ما فشلوش انما تم افشالهم. طيب شفت ازاي خساره منتخب مصر قدام المغرب 5-1؟ جزء من اللي احنا بنقوله ان لازم اتحاد كوره جديد. انا بشوف ان نهايات اتحاد الكوره الحالي تليق بمسيرته على مستوى كل شيء يعني. وكأن ده انت رزق. لا لا ده حقيقة. وكأن مشهد النهاية لازم الحلقة برزالة. والله يا كابتن مشهد النهاية وكأنه مكتوب على مستوى أزمات التحكيم، على مستوى أزمات لجان المسابقات ولجان الانضباط، على مستوى الخسارة المدوية أمام المغرب، وكأن أصبحت عقدتنا المغرب والسنغال مع هذا الاتحاد. فده
ختام يليق باتحاد الكره المصري الحالي. الاهلي افرط في الاحتفال بتاع 6-0 الاول سداسيه في تاريخ الديربي. لا لا عادي، انت بتوثق تاريخ، انت بتوثق تاريخ وده حقك تماما. مين السون اللي كان ورا الموضوع، انت ولا مين؟ لا 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 انت بتوثق تاريخ، ده حقك. اول سداسيه في تاريخ الاهلي والزمالك كانت لصالح النادي الاهلي، سداسيتين لنادي الزمالك، لكن طبعا تظل السداسيه الاشهر والاكبر والاكثر تاثيرا هي سداسيه 6-1. لكن انا كابتن اسمح لي اكمل بس على كلام فارس لان فكرني بنقطه مهمه جدا. احنا واحنا بنقفل صفحه الاتحاد القديم لازم نبقى واضحين وشايفين ان كان بعض اعضاء الاتحاد كان لهم تصريحات غير مسؤوله بالمره على الاطلاق، كان اخرهم دكتور ايهاب الكومي لما يطلع ويتهم لاعب في النادي الاهلي ايا كان هو مين اسمه، وكمان يكون لاعب من ابرز لاعبي خط الوسط في قاره افريقيا، ان هو بيدعي الاصابه للهروب من المنتخب، ده كان يتطلب اعتذار رسمي. طلع الراجل لا ده طلع قال الكلام اتفهم غلط. انا ما بحبش كلمه الكلام اتفهم. انا مش هينفع اقول كلام واطلع اقول الكلام الناس فهمت كلامي غلط. لا كلامك كان واضح، انت قاعد مع صاحبك قال لك ان امام عاشور هيتصاب الماتش ده، اكيد صاحبك ده معروف انتمائه، فتطلع بين تقول وانا في الراديو سمعت فقلت اكيد امام عاشور اللي اتصاب. لا انت بتاكد على كلام صاحبك وانت ماشي في نفس الطريق. امام اللي جاله ارتجاج في المخ وعايز يكتب تعهد على نفسه عشان يلعب في مباراه يتقال عليه الكلام ده، امر كان صعب جدا كابتن. يعني هو انا نفسي افهم صديق الاستاذ ايهاب الكومي تنبأ باصابه امام عاشور وما تنبأش بكل حاجه تخص الاداء الاداري المترهل والسيء لاتحاد الكوره؟ يعني اعتقد صديقه بتنبأ في اتجاه واحد بس. يعني انا عايز اقرا لكم رساله، متاسف مش عادتي ابدا ان انا اطلع الموبايل على الهواء، بس انا متاسف لانها الرساله جات لي من الصديق العزيز هاني ادريس، يا رب الاقيها. صديقنا باليونان. ده جميل، مراسلنا باليونان. هاني ادريس، اسف جدا والله يا جماعه ومش هعملها تاني، حقكم عليا. تعاقد منذ اسبوعين نادي بناثينايكوس اليوناني مع المدرب السابق روي فيتوريا مدرب منتخب مصر السابق. حلو بكام؟ ما تحرقليش بقى الحمد. انا والله اتوقعها. هي جايه في كده. راتب روي فيتوريا مع منتخب مصر كان 220,000 يورو. تمام. اديني مقارنه بقى يا كابتن، انا عايز اسمع الرقم. انا متاكد مش هيعدي ال 70 في بناثينايكوس. لا 35؟ لا لا لا، راتبه مع نادي بناثينايكوس 85,000 يورو. يعني واقف على 15,000 كابتن. لا يعني اللي انا قصدي انه لا بجد، لا بجد لا، او الف لا، ده رايح يدرب نادي ياخد 85. صحيح كان جاي لنا من النصر السعودي بس كان مشي بقى له فتره طويله. لا كابتن مش بالارقام دي، عملنا المقارنه وقتها، ما خدش الارقام دي، ما شافهاش غير هنا ولا في السعوديه ولا في اي حته. لا لا. وليه انا مش عارف يعني. الراجل مش مدرب منتخبات. عضو كمان، ان عضو كمان يتفرد بفكره وضع الشروط والتعاقدات، وانا اسف جدا ان اتورط في 4 سنين عقد. لا ده موضوع اسامه، ده هو بيحط نفسه كمدرب للمنتخبات، ده طبيعي هو اللي يبقى عنده مرونه وجزء من التضحيه ان انا بحط نفسي كمدرب للمنتخبات من بوابه منتخب مصر الاكبر في افريقيا. واحنا ممكن نفتح تاني الملف ده؟ انا ممكن نفتحه الحلقه الجايه، نسيب الناس ماشيين يا كابتن. لا لا ما بتكلمش على الاتحاد والله، لا بتكلم على الانديه والتعاقدات واللعيبه واي انديه، حتى لو النادي الاهلي اي نادي يعني. هو في طبيعي الاتحاد ليه بيضحك علينا في التعاقد؟ لاعب يكون بياخد 3000 دولار في الشهر ويجي هنا ياخد 600,000 في الدولار. انا بقول لك عشان كده عايزين نفتح. انت عايزين تسهروا تاني ولا كفايه؟ احنا مع حضرتك، احنا مع حضرتك للصبح زي ما تحب. احمد اسامه بشكرك، شكرا جزيلا. كابتن بشكرك جدا، ويا رب تكون حلقه يعني ممتعه للجميع كالعاده. محمد فارس بشكرك، شكرا. بشكرك يا كابتن، وان شاء الله يعني نكون قدمنا حاجه الجمهور يستمتع بيها، ودايما في حارس الاهلي بنحاول نوصل رساله قويه بقدر الظهور مع حضرتك. اشكركم، شكرا جزيلا. تمام، عايزين حاجه؟ سلام.